تذكرتيني؟ ايه تذكرتك، مش ميرا بارود اللي كنت معها بالصف؟ شفتك من فترة على التلفزيون. ايه ايه مزبوط، حطولي فيديو انه كنت عم بسرق بمحلات التاب. سوري ما قصدي. ولا يهمك. تذكري هيدا البلوش؟ لا ما بتذكره. امك هدتك اياه عيد ميلادك، متذكر انه جبتيه معك على الصف وانا حبيته واخذته منك. بتذكر كمان قد قهرتي وبكيت. مزبوط، هلا تذكرت. صراحة انا كتير تعلقت بالبلوش وحبيته وخليته عندي لهلا، بس يمكن صار الوقت انه يرجع لإلك. بتذكر كتير منيح انه بهذا النهار كتير بكيت وماما راحت جابت لي بلوش مثله، حتى هيدا نسيته. اصلا الخبريه كلها كنت نسيتها لو ما انت رجعت تذكرين فيها. قد ايه صار له معك؟ شي 20 سنه؟ هالقد انت معلقه فيها، هالقد بيعني لك؟ بليز خليه معك ميرا. ثانك يو انجي. بديك البلوش؟ لا. اوكي. بشرب قهوة. اوكي، شو بتحبيها؟ حلو. اوكي، يلا. قلتلكن نفشت اوضته، قلبتها فوقاني تحتاني، ما لقيت لا دفتر احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا بلوط. الدفتر موجود بالفيلا، او شغلتك انك تلاقيه. اذا مش موجود باوضته، فيك تنبشي بغير اوض، نبشي بالمطبخ، فيكي بالحمامات إذا بدك. المهم الدفتر بدنا إياه. والله أنا عملت يلي علي وما بقى في أعمل أكتر من هيك. عم تغلط يا. لا 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 لا، روقوا يا جماعة، روقوا بالرواق، منتفاهم نحن ومدام موكب. كوكب كوكب. عفوا كوكب، مطلوب منك مدام كوكب سهل كتير، بده شوية خفة شوية حربقة شوية ذكاء، يعني ما بده مني قلك. اسم الله عليكي إذا قادرة تقنعي أمير بارودي. منير بارود يا منصور، منير. منير بارود، إنك بعدك عايشة بالعز اللي ترك لك إياه المرحوم جوزك، يعني بتقدري تعرفي وتلاقي دفتر صغير ما له معنى. بس كيف؟ لا كيف ولا ما كيف، هيدي شغلتك. أنت موجودة عنده بالفيلا كل الوقت، بتسرحي وبتمرحي فيها مثل ما بدك. مش أنت رح تصيري ست الفيلا؟ أكيد. لكن لازم تعرفي كل أشي موجودة بقلبها، مش هيك مدام موكب؟ كوكب كوكب مدام كوكب. مش مهم الأسامي، كوكب موكب مثل بعضها، المهم تلاقي الدفتر بسرعة قبل ما يجي البنك يدق بابك وزدك بالشارع. نحن دفعنا فواتيرك، سددنا لك ديونك، مزبوط، بس ما تنسي إنه بيتك مرهون وما بيخلصوا ولا دفتر. بتلاقيه بيكون هالشي لمصلحتنا جميعا. وإذا ما لقيته؟ عادي، بينكتب بالجريدة موكب وراء كوكب. شو طيبين؟ صحتين، تاكلي إلا الصحة. حس حالي عم باكل مثل فجعانين. ما تحكي هيك، إذا بتاكلي مثل البقرة، أنت شايف البقرة بتضلي غير شكل على العالم. حبيب دخلك؟ من وين عرفت بيت العبير؟ عبير هيني كتير، مش أنت عطيتيني اسمه؟ إيه جبت حريت عنا وجبت عرفت عن وين وين. اسم الله عليك، يعني اللي بيسمعك عم تحكي بيقول إنك تحري عن حق وحقيقي. ويلي هاي دوقي، انت دقتي، انت اكلتي هونيك، هاي ما دقتي. ما بدي انصح. لا لا ما تخبي. يتخلو انا. اليوم سلم على الناس انا بدأت فيهم وبعرفهم من زمان، اوكي؟ بس دقيقة. منيح سمك انا مفكر. ايه سمك، سمك منيح، بدك مشوي ولا مقلي؟
اطلبوا عزوقك. ليش هيك يا ربنا نقصني؟ ايش عم تعمل هون حبيب؟ ايه تقبر امك ان شاء الله، شو عم تعمل هون؟ يه ما شفناك. كيف دخلك لما فتنا ما شفناك؟ شو بعرفني؟ والله غريب. عاية طاولة قاعد. بونجور ميرا، كيفك عمو؟ طنط فريدة اهلا. شو هالقد شايفتيني كبيرة تتعيطي لي طام؟ انا بحب تعيطي لي باسمي فريدة، وانا بقشع حالي باسمي، هيدا اسم على مسمى. ما قصدي طنط فريدة. ايه برافو عليكي، هلا زبطت معي. وما زلت لقينا هيك بالصدفة، خلينا نقعد كلنا سوا وناخذ شيء مع بعضنا. لا لا لا، نحن كنا رايحين. لوين بدنا نفل؟ ما اكلنا؟ ما اكلنا خلصنا؟ رايحين نروح يعني، وانتو خليكم تغدوا سوا. ايه نحن اصلا ما جايين نتغدى. ايه لا نحن يعني اساسا مش جايين نتغدى، نحن جايين نتحلى، عرفتي كيف؟ يلا بتقعدوا بنتحلى كلنا سوا. كثير منيح، اصلا حبيب هلا بعده عم يخبرني انه صاروا زمان ما شافكم ومشتاق لكم كثير. ايه ما هو مزبوط، لنا زمان نحن كمان ما شفناه، ما عنده شغل غير لاحق الحرامية. ايه يا بر امه. برني. مين؟ لا لا ماشي، هي هيك بتحكي شو اسمه؟ شعر. ايه سرقت لي الشعر من الصالون، الله بلا حق امك. طيب يلا رح اجيب اغراضي لك. ايه اهلا فيكي، اهلا فيكي. كنت بتعطينا معقولة انت؟ عنا؟ صحتين صحتين. صار لازم فوت على الحمام. ناقصك شيء؟ افتح لك فرن.
لا لا ما تعتلي هم، انا بمطرح لحالي ما حدا عم يسمعني. لا ما تركته بالبيت مطرح ما قلتي لي. اكيد نقلته على محل امن، اخذني ببيت الجبل. ما انت ما رجعتي اتصلتي فيي تعرف وين بدي اشوفك. ما حدا رح يشك بالامر، كلهم رح يفكروا انه حطيته ببنك من البنوك تبعي. ما تعتلي هم، لا البيت امن وحطيت عليه حراس كتير. ما تعتلي هم. يا ريت بتقولي لي انت وين لاعرف كيف بدي ساعدك لتفلي من البلاد. مثل ما بدك. طيب انتبهي على حالك ابتسام. يلا باي. هول كل اللي قدرنا حصلنا عليهم. ما عم تحليلي بالفيديو. يلا باي. يلا وين؟ على البيت. عادي ساعدني فيهم شوي. لا ما علي حبيبي، كل واحد يعمل شغله. شو هيك؟ نجيب عارف انه انا شرطية. شو عم تحكي؟ وبطل بده يحكي معي لانه حس حاله مخدوع كل هالوقت. من بعد ما حبيته وتعلقت فيه اكتشف الحقيقة. لو تركتني خبره من زمان ما كان صار اللي صار. على القليلة ما كان كرهني. كيف عارف هلا؟ كيف عارف؟ انت خبرتيه؟ طبعا لا، عارف من جاري عمو موسى. لحقني وشافني فايتة لهون وشافك انت كمان. شو؟ ما تخاف، ما رح يخبرها لميرة، ما رح يجرحها مثل ما هو انجرح. هو ما رح يعمل شيء، بس رح يطلعني من حياته. شو بدي خبرك؟ ما خلوا زاوية بهالبيت إلا ما فاتوا عليا. فاتوا على أوضتي كمان؟ لا بعرف أوضتك ما فاتوا عليا، بس وصل السفير فحاطط طاقة مرتبة، بس وحياتك مثل قلتها. يخرب زوقها هيدي أم وشوحها، تشوفها حلوة مثل كنافس وتشوفها مش عم تراس البطاطا المبشوم، تشوفها بيضة مثل القرنبيطة وتشوفها سودة مثل باذنجانة، حق معها سعدية بطيئة ولك بتنهضم مثل سفنجلي كل عندها بغصة. فرنجية وين صرتي؟ يلا بدي أطلع. شي بيجوع. فرنجية نجيب. هاي أنا. أهلين. سوري اليوم كنت مشغول شوي لما جيتي تشوفيني بالبيت. مش مشكلة، خير في شي؟ جبت لك هول. إلي؟ شنو هي؟
تياب للبوكسينج. كنت بدي اجيب لك ورود بس قلت هول بتعوزيهم اكثر. تفضلي. مشكور خيي رجيف. صرت خيك هلا؟ قصدي أنا بحبك. بحبك من أول مرة شفتك مع حبيب. بحب كل شيء فيك. بحب أيام كمان إنه بتكوني قوية شوي زيادة عن اللزوم أكثر مني. بس برضو بحبك. وأنا كمان بحبك نجيب. ما وقت بعد عني، أوكي؟ مرحبا عمي. أنا أكيد مليون بالمية إنه ما حدا من أولادها فات على أوضتي، أنا كنت معهم بالصالون كل الوقت لحتى ما وصل السفير ورجعوا راحوا قعدوا على الفوتيات لما حتى الله فرجها وقررت حضرتها تفل. غريب. أنا أكيد إنه هي فاتت على أوضتك. بس شو بدها بأوضتي لتفوت عليها؟ حشورة، الله ينجينا من الحشرية، وغيورة، ولك الله ينجينا من الغيرة. فرنجية مش مزبوط، مدام سكاكيني كتير بتحبني، ليه بدها تغار مني؟ يا دل عليكي يا حضرة السفيرة، شو قلبك صغير وأبيض مثل الجوز الأخضر؟ هيدي المرة بخبية بتيابها، مش قليلة بتلبس فستان كل يوم ولتاني غير شكل من أيام ملك الصبار تتخبى فيهم. مين الملك صبير؟ انا ما بعرفه. ولك شو بعرفني، هذا الوحيد اللي حفظته من ايام المدرسه. ملك الصبير بتعرفي انه بضعيف؟ لا. ولك ايه، لو تشوفي شو عنده فوائد. ليكي شو بيعمل، بخفف لك الكوليسترول من جوا. بتخبريني عن الفوائد بعدين، اهم شيء هلا ما تخبري بابي عن المهويه، انا بخبره. اوكي اوكي. حطت السفيره ما تسكتي لها. ليكي اذا بعد ما صارت مرته للسفير وفاتت على اوضتك، هيدي لتصير مرته، شو بتعمل؟ أكيد لا، مش رح أسكت لها. أوكي، أنا رح أتصل ببنت عمتي، بدي وصيها على 2 كيلو صباير. إيش مش هيدا كل يلي سمعته. كنت متوقعة إنه الدفتر منه بالفيلا، ببيت الجبل. كنتي أكيدة من يلي سمعتي؟ سمعته بدينية نيناتهم. شو فكرني عم كذب؟ أما عم بخترع هالشي؟ مش يمكن. أكيد لا، هيدا اللي قالوا على التليفون بالحرف، والمرأة اللي كان عم يحكي معها اسمها ابتسام. ما شفتكم استغربتوا من اسم ابتسام؟ يعني بتعرفوا. وأصلاً لو يلي عم قوله كذب، كيف كنت بدي أعرف إنه اسمها ابتسام؟ صادقة مدام موكب، صادقة. كوكب بسيطة. هلا فرقت معي حرف. يلا شكري. لحظة، أنا عملت كل يلي طلبتوه مني، دوركن أنتو تفكوا لي رهنية البيت. اتفقنا كان بتجيبي لنا الدفتر نفك لك الرهنية، بس أنتي ما جبتي لنا الدفتر. وشو يعني؟ خدعتوني؟ ما حدا خدعك، جيبي الدفتر ومننفذ الاتفاق. طيب أنا شو بدي يخدني على بيت الجبل؟ أصلاً كيف هي افتح الخزنة؟ اللي عم تطلبوه مستحيل. فازن شوفي كيف بدك تدبري حالك. إذا ما رح تفكولي رهنية البيت رح أفضحكم. وبتطيري من إيدك عريس لقطة مثل السفير. فكرك لما يعرف إنك متواطئة معنا رح يضل مفكر إنه يتجوزك؟ شو يا مدام موكب؟ شو؟ هيدي مدام سكاكيني صار بدها فرك منخار. معك حق، كل الحق. شو رأيك منجمع الشباب لحتى نبلش بالعملية؟ روح حاجة تضلك مستعجل، مش بهالسهولة فينا نفوت لهونيك وناخد الدفتر. أمير أكيد بيكون حاطط حراس كتير، الشغلة بدها تخطيط على رواق. منير يا منصور، منير يا خيي جلطني. طيب يا خيي، منير منير، يلا مشي.
تفضل يا حضرة السفير على بوستيابو. جيبي لي عصير. بتعرفي انه انا طباخة مش خادمة؟ وبعدين ما بحياته حضرة السفير عملنا كلنا نحن خدم؟ بتعرفي انك انت هون الطباخة بس لاني انا بعد ما صرت ست البيت، بس سير رح تشوفي حالك على الطريق. جيبي لي عصير، تحركي وكباية كبيرة. الصراع أفضل الإنتاجات الدرامية لهذا العام. الصراع قصص اجتماعية مؤثرة، صراع الحب، الانتقام، المجتمع وغيرها من المواضيع. المسلسل المنتظر الذي انتظره الجمهور طويلا مع نخبة نجوم الشاشة قريبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كروت العرس جاهزين لنستلمون؟ ونحن جاهزين. اهلا اهلا بابا. بونجور ميرا. بابي بليز طلع غير البوت والبوست الاسبادري لانه هيدا كثير بيزعجك. لا لا بابي مرتاح بال حضرة السفير لازم يهتم بصحته وبراحته، والبوت هيدا بيعمل له وجع بإجري، مشان هيك لازم يلبس الاسبادري ويكون مرتاح. وبعتقد انه مرته المستقبليه لازم يهمها راحة حضرة السفير. عفوقة شو حلوة هالمهواية، يعني طلعت لقلك. واو، بس بدي اعرف شو وصل عقودة نومي. ما بعرف، بلكي بيكون حدا من الاولاد اخذها لجوا. أصلاً ولاد ما فاتوا على الغرفة لأنه أنا كنت عم برقبهم كل الوقت. مرسي على العصير، فيك ترجعي على المطبخ. نعم؟ بأي حق عم تأمريها لفرنجية؟ ولو ما هي الخادمة وأنا رح صير ست البيت. ترجع بتقلي الخادمة. حضرة السفير أنا عم بنهين ببيتك. منير حكي لك كلمة. زينة ليه مش مبسوطة؟ معصبة؟ لا بحطوني أنا بالدعاية. ولا بدي حطوكي دخلك بالدعاية؟ ما يكوني مفكرة حالك أنت البطلة سرتي من بعد ما صورتي هالمشهد الصغير. لا حبيبتي غلطانة، الأبطال معروفين. أنا ونجيب. لا وشو ناقصني ما بكون أنا البطلة؟ ما كون أرجى ولا حاولة أو ناقصني إيد ولا إجر. لا هي ولا هي، بس أنت ناقصك الموهبة. انت ما عندك موهبه للاسف، ما عندك. لو كان عندك موهبه كان اختارك لك المنتج مش لي انا. بس نحن الموهبه عنا وراثه بالعائله. ايه فهمت علينا؟ يعني بدي عندي. والله اللي بيسمعك بقول عنك مخرجه جيتينا من هاليون. لوين حط الطبخه على النار. انا عارفه رح يصير هيك. ياي الله يحميك يا صباح من عيون الحسين. دستور سكايدا. أم جيب بخور ولا بخور عشرة بعيوني. ايه انا وصلت. لا ميرا بعد ما وصلت. انت وين؟ ايه انت جاي انت ونجيب ما هيك؟ حكيتي بالموضوع؟ اوكي عال. طيب يلا هلا بشوفكم لكن. ماشي. يلا باي. مام انت كيف؟ دخلك ليه ما عدت حكيتنا؟ نسيت. اشتقنا لك، كيف كل شيء؟ تمام، انت كيف؟ انت شو عم تعملي هون؟ نعم؟ وشو دخلك انت؟ شو دخلني؟ ليك يا رانيا
اوعى تفكري انه انا ما معي خبر باللي عملتيه بحفله بابي، وانه انت يلي حطيتي الفيديو لحتى تجرسيني وتاذيني. لك حبيبتي، اذا انا بدي انزل لمستواكي بقدر اذيكي وبسهوله كثير. مزبوطه شيء؟ اكيد لا. بعدين مين يلي قال لك انه انا اللي حطيت الفيديو؟ عماد. ولا عماد ما بيكذب علي. رانيا. انا؟ بالعكس، ليه بدي اذيكي؟ يكون بعلمك انت انه عماد اكبر كذاب على وجه الارض. اوعى تكوني مفكره انه كان مغروم فيك دومازال ميرا، لانه عماد اكبر مصلحجي وكذاب. اصلا ما بيهمنا عماد. اني بس يكون بعلمك انه لو ما كان مديون للبنك وبدهم يسجنوه مهددينه اذا ما بيدفع ديوناته، ولو ما كنت انت بنت السفير ومعك كثير كاش، ما تفكري انه كان طلع فيك. بسمح لك تحكي مع ميرا بالطريقه، حسني الفاظك اذا بتريدي. حبيب بليز خليك برات الموضوع، صداقتنا بتهمني وما بدي اخسرها. اول شيء ميرا خطيبتي، واللي بده يغلط معها او يهينا بده ينجبر يتعاطى معي انا بالاول. ثاني شيء نحن ما في صداقه بيناتنا. انجا معرفه، ولهلا هيدي المعرفه ما بتشرفني. تفضلي انا معي. شو بك يا حبيبي؟ ما تخليها تعصبك هيدي. ليه بدي اعصب فشر؟ ما حدا بيستاهل. بعدين انت حدي بقوى فيك. برافو، هيك بدي اياك. حبيب، عن جد لو ما انا كنت بنت السفير ما كان حدا بحبني؟ يعني هلا انا مغروم فيك لانك بنت السفير؟ مبين عم تعمل هيك لانه فقعاني وغيراني مني، بدها كثير تحليل يعني؟ خلص روقي، بدي اياكي قوية، بليز. ماني ضعيفة ابدا. ليك حبيب، اطلب لي شيء اشربه، انا رح فوت على التواليت وارجع. تأخرتي، انشغل بيل عليكي. لا حبيبي، ما كان في عجقة شوي بالتواليت. الو. اي نعم. اسكت يا بالاخلاق. عالم الوقحة. شو بدك حش تطلعي فيها للبنت؟ حش تعطيها اهمية بقى. شو خصني؟ يا عم طلع فيي، انا اخر همي. حبيب، قوم خلينا نمشي. شو بكي بعدنا واصلين؟ ما قعدنا. صراحة ضيق خلقي هون. يلا قوم نتمشى شوي هيك مع شط البحر، معه شي. يلا. مبروك سعدية على المحل، الله يجبر. ميرسي، الله يبارك فيكي. بس خبريني، ايه وبعدين شو عاد صار؟ وقف السفير بكل ثقة وضرب اجره بالارض وقال له فضل اجل العرس. برافو عليه، برافو عليه، ما قصر فيها. وهي شو قالت؟ كسعدية ما في شي بهالمحل بتاكل؟ هلا بتعميكي فرنزية، هلا بتعميكي، بس خبريني شو صار؟ ما قدرت تقول شي، قلبت قد كمشة البرغل، ووجه احمر خضر اصفر مثل فليفة الملونة، ما شرفت اي لون. خبريني وبعدين شو صار؟ شو صار؟ ما صار شي، حبت حيلها فلت. برافو علي. انا اسكت لما فشل على رقبتها. عرفتي شو سعدية؟ اهلا ابو هاني. جبت لك البردات حتى تحطيهم شي زاويه بالمحل، وهيدي مبروك صغير كرمال المحل. هلا يا ابو هاني، كل يوم بدك تجي تقلي مبروك على المحل،
بعدين أنا بعد ما افتتحت، يعني حرام الورد كل يوم بتجيب لي باقة، خليهم للافتتاح. بدي ما حدا يسبقني ويقول لك مبروك قبلي. بعدين هودي مش من قيمتك، كم وردة نقيت لك إياهم على ذوقي. أه تسلم أبو هاني، سلم على العائلة. يقطع حظي أنا، ما حدا بفكر يجيب لي باقة بقدونس وهي باقة ورد مش عجبتها. بعد في قهوة؟ معلوم، تفضل. بس نحنا كنا ماشيين أبو هاني، يعني ما تواخذني، بس بدنا نمشي. ابنك اسمه هاني ما شاء الله؟ ايه نعم. عيشة الأسامة. وكم ولد اسم الله؟ فرنجية. بس هاني. عيلة صغيرة. انت وهاني وام هاني يعني؟ فرنجية. ام هاني الله يرحمها. أرمل فرنجية ما جعتي؟ بعد بكي شو صاير على الغدا؟ يا حرام وترملت انت بعدك شاب. هيك بتصير بقصة التمثيل، يعني انه من ايام الجامعة بدك تتخطي حالك، بدك تمثلي بتمثلي كل شيء. اذا بيجيكي دور وبيعجبك مثلا، في شيء اخذناه بالجامعة كوركشوب، انه اذا بتكون حيوان مثلا، اي حيوان بتكون تلاميذ جامعة عم نمثل تمثيل. بتعمل حيوان؟ ايه وقتها نقيت الكلب انا. بس شو بعمل؟ شو؟ مش بس بعوي، بعيش السبيريت تبع الكلب. فيك تمضيلي هون؟ يعني لحظة؟ مرسي. مرسي. شو؟ شو؟ إذا بعد ما انعرض المسلسل وهيك كيف لا ينعرض؟ رح يفتروا المعجبات. والله؟ ليك بتعرفي لازم أعمل بيج على الفيسبوك، لازم اعمل انستغرام، لازم اعمل فايبر، لازم اعمل لحظه. نجيب نجيب لحظه بس لحظه. انا طيب، ما عرفت شو كنت عم تعمل بأوضتك؟ حشرية، شو بدها تعمل يعني؟ بركي كان في شي غلط بأوضتي بدي اياه مثلا. ايه في كنز بأوضتي ومخبيته. مبسوطة انه بابي اجل موعد العرس هيك، لانه بلشت اكتشفها على حقيقتها، بس علمتها درس ما رح تنساه بحياتها. كيف كيف كيف؟ شو هيدي على حقيقتها؟ ما فهمتها. مدام سكاكيني ما بتحبه لبابي، بتحب مصرياته. مصرياته؟ كوكب سكاكيني بتحب مصرياته؟ شو نسيتي انه كنت مجوزي واحد مليونير وترك لها هالقد؟ ما بعرف، من اول ما تعرفت عليها وعندها احساس هيك. لا لا، شو بدي الحكي؟ انت عم تغاري على بيك هيك القصه. انا بدي غار على بيي؟ لا مش مزبوط، بس بلا انت وحدي غيوره غاري. لا انا مش غيوره، عن جد مش غيوره. غيوره ونص. شفتي كيف كنتي رح تاكليها اكل بعيونك لرانيا لما كنت معي بالكافيه؟ انت عم تنقطي سم. مش كرمال هيك، انا ما بغار من رانيا، بس بوقتها كنت معصبه من ورا اللي عملته بحفله بابي. اها، يعني انت ما بتغار علي؟ لا، ليه بدي غار؟ اصلا اللي بغار ما بيكون عنده ثقه بحاله، وانا عندي كثير ثقه بحالي. هيك صارت؟ طيب اوكي، انت شو مقرره تعملي هلا؟ ما بعرف، برداني عم فكر روح على الب... شو؟ اوعى تتفركش. كيف؟ كنت تفركشت وكسرت رقبتك كمان. شيء كثير حلو عجبني ورا هيك عم تطلع فيه.
عميل كنت عم تطلع بتعرف هالشي؟ خلص خلص عن جد كثير ثقيل. انا ثقيل؟ ايه اترك فوف لهون. ما بدي اترك فوف لهون. ما بدي زعلت. بدي هو البس لهون. خلص حاسس زعلان. زعلان خلص. شو في احلى منك بالدنيا انت؟ شو اسمك انت؟ هيدا ابو هاني جاره لسعديه، كان ضارب عينه عليا بالزمان بس الظروف ما سمحت. هو تجوز وخلف وترمل وبعده ضارب عينه على سعديه. بس شو شاب مثل القمر، يومي يومي بيطلع سعديه وبيجيب لها بقة ورد. روميو ما عمل هيك مع جولييت، رومانسيه. طيب طيب ميرسي فرنجيه. بابي فوتي. شو عم تعمل؟ هيك مشي قاعد حبيبتي، ما عم برتاح شوي. وليه قاعد هون لحالك؟ يلا قوم خلينا ننزل نتمشى شوي انا وياك. لا بابي هيك مرتاح. بابي بك شي؟ مريض؟ موجوع؟ عليك حرارة؟ لا بابي تعبان شوي. تعبان؟ يعني دايخ؟ دوخة صغيرة خفيفة. دوخة؟ طب تلقح شوي ما بيسوى. لا بابا لا، تركيني تركيني هيك برتاح. لكن نام هلا، إذا نمت بتقوم مرتاح أكتر. بابي خلاص قلت لك بعد شوي برتاح، شو بكي ميرا؟ سوري بابي، حق علي. أنا كبرت القصة مع مدام سكاكيني، ما كان بدها هلات، مشان هيك أنت متضايق وزعلان. لا مش بلا، أنا كنت أنانية وما فكرت فيك ولا بشعورك، وما كنت عارفة إنه ردة فعلي رح تأثر على علاقتكن. أنا كنت عم غار من اهتمامك فيها، كنت عم بقنع حالي وإنه هي ما بتحبك بتحب مصرياتك. يمكن عن جد حدا من ولادها كان بقوطة وفرنجية ما عرفت، يمكن أنا ظلمتها شوي. انت بتحبها بابي. خلص انا اليوم رح روح اعتذر منها اذا هيدا الشي بريحك.